النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر التحديثات الجوية في سلسلة من التحديثات الجوية التي نقوم بها على مدار اليوم. نبدأ هذه التحديثات الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدينا قبل قليل في طقس العرب، والتي تبدأ تشير إلى تواجد كميات كثيفة من السحب، هذه السحب باللون الأبيض الكثيف. هذه السحب الكثيفة متواجدة حاليا في المناطق الوسطى للأراضي الفلسطينية، وتتحرك باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وبالتالي يتوقع تجدد هطول الأمطار في تلك المناطق على فترات، وربما تسحب هذه الأمطار بتساقط لزخات من البرد أحيانا، أو تكون مخلوطة بالثلوج فوق القمم الجبلية العالية في تلك المناطق. يستمر تدفق المزيد من السحب كما تلاحظونها في المنطقة الشرقية البحر المتوسط باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة هذه الليلة، مما يعمل على زيادة بمشيئة الله تعالى غزارة الأمطار. رصدنا أيضا في طقس العرب عبر صور هذه الأقمار الاصطناعية تواجد للمنخفض جوي أيضا تابع لهذه المنظومة الجوية في طبقات الجو العليا، يمكن مشاهدته بوضوح عبر دوران السحب حوله. هذا المنخفض الجوي مصحوب ومترافق معه كميات كبيرة من السحب والغيوم. نلاحظ هذه الغيوم المتشكلة فوق تقريبا المناطق الشمالية من الأراضي المصرية، مناطق الدلتا المصرية. هذه السحب والغيوم يتوقع أن تتحرك خلال الساعات القادمة، تضرب عموم المناطق الجنوبية من المملكة وجبال الشراء. هذه الغيوم يتوقع أن تصل تقريبا بعد عدة ساعات، وهي مرفقة ومحملة بمشيئة الله تعالى بالأمطار وتساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى، الذي سنتحدث عنه بعد قليل. إذن هذا هو المشهد العام لصور الأقمار الاصطناعية حتى اللحظة. كما شاهدنا نهار هذا اليوم هطلت أمطار في مناطق شمال ووسط المملكة، إنما كان العنوان الأبرز هي المناطق الجنوبية من المملكة، حيث تساقطت بها الثلوج على فترات وشملت أجزاء واسعة من جبال الشراء، وترافقت هذه الثلوج بحدوث لبعض التراكمات في العديد من المناطق. موفد طقس العرب زميل عامر قحف ذهب إلى منطقة الهيشة، وهي منطقة من أعالي مناطق جبال الشراء، تقع تقريبا في منطقة ما بين الشوبك ووادي موسى، في منطقة تسمى الطريق الملوكي، ترتفع تقريبا 1700 متر أو ما يزيد عن سطح البحر. الزميل عامر الآن هناك، سينقل لنا سواء الأجواء اليوم الآن وما يحدث، وسيكون هو من ضمن طاقم طقس العرب الذي سيغطي الحالة الجوية التي ستحدث صباح يوم غد. الزميل عامر هناك، سنتابع معه الآن كيف هي الأجواء، ويرصد لدينا الحالة الجوية حاليا في هذه المنطقة. زميل عامر مساء الخير، يريد تطلعنا على الحالة الجوية الآن في منطقة الهيشة. مساء الخير زميل محمد، ومساء الخير للسادة المشاهدين والمستمعين. هنا في منطقة الهيشة التابعة للواء الشوبك، ترتفع عن سطح البحر 1740 أو 50 متر عن سطح البحر كما تلاحظ. نعم. ولاحظ الأخوان المشاهدين أجواء ثلجية، ثلوج متجمدة بال هنا في المنطقة، ارتفاعات بحدود 10 إلى 10 سنتي ارتفاع الثلج هنا. أجواء شديدة في البرودة، رياح قوية باردة، أجواء ضبابية هنا في المنطقة. نعم. صراحة باردة جدا هنا في منطقة ليشة. إن شاء الله تعالى ننتظر الخيرات القادمة هذه الليلة وصباح الغد بإذن الله تعالى، وسنكون معكم ومع السادة المشاهدين والمستمعين في بث آخر بإذن الله تعالى هذه الليلة وصباح الغد. كونوا معنا. عودة لك يا زميل محمد في استودياتنا في عمان. يعني زميل عامر، واضح أنه شكرا لك طبعا زميل عامر، وشكر كل التحية وشكر لجميع
مندوبي طقس العرب على التغطيات المختلفة. هم طبعا خلف الكواليس ولكنهم يقومون بنقل الأحوال الجوية. زميل عامر واضح أنه يعاني أثناء الكلام بسبب برودة الطقس هناك. للتفكير هذه مناطق ترتفع أكثر من 1700 متر وهي مناطق تكون فيها درجات حرارة متدنية دون الصفر المئوي، كما نشاهد هناك حتى رياح، هناك انجماد كبير جدا ودرجات حرارة متدنية دون الصفر المئوي. نعود إلى توقعات الأحوال الجوية ونستعرض معكم هذه خريطة توقعات الثلوج. ربما الحدث الأبرز خلال ساعات هذه الليلة فجر يوم غد أيضا الجمعة وصباح يوم الجمعة هو أن التوقعات بتساقط وتراكم الثلوج في المناطق الجنوبية من المملكة. نتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعم الثلوج مناطق واسعة من جنوب المملكة، المناطق والمرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن مناطق 1000 متر عن سطح البحر. هذه المناطق تتوقع أن تشهد تساقط ثلوج مثل مناطق الرشادية، القادسية، الشوبك، مناطق مثل كما ذكرنا قبل قليل في الهيشة، منطقة جبل مبرك، وصولا إلى مناطق رأس النقب. وهي طبعا منطقة رأس النقب لها خصوصية خاصة كونها تقع على الطريق الصحراوي الدولي الواصل ما بين العاصمة عمان ومدينة العقبة. يتوقع أن تصل إليها ثلوج وتتراكم وربما تؤدي إلى إغلاق الطرق في تلك المناطق. هناك سمكات جيدة للثلوج في هذه المناطق كما نلاحظ، وهي مناطق واسعة من جنوب المملكة. عموما مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة هي مناطق جبلية وتحتوي على العديد من المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر. أيضا اللافت أن هذه الثلوج تمتد أيضا جنوبا تصل إلى الجبال القريبة من محافظة أو مدينة العقبة. كذلك الأمر في مرتفعات وادي رم العالية ستشهد بمشيئة الله تساقط ثلوج، وتصل أيضا جنوبا إلى مناطق متاخمة مثل جبال القويرة متاخمة للحدود السعودية. شمالا هناك فرص ضعيفة وأضعف للثلوج سواء في مرتفعات الوسط أو الشمال. ربما تكون هناك تراكمات محدودة للثلوج على أعالي جبال جرش وعجلون، إن حدثت تكون محدودة جدا. العاصمة عمان ستشهد تساقط زخات من البرد، أحيانا أمطار مخلوطة بالثلوج، وبعض الأحياء المرتفعة جدا من العاصمة عمان ربما تشهد زخات ثلجية بين الحين والآخر مع ساعات الفجر، لكن إن حدثت تراكمات ستكون تراكمات محدودة جدا. المنطقة الأخيرة التي تتعرض لتساقط الثلوج أيضا بمشيئة الله تعالى هي المناطق المتاخمة في جبل العرب في شمال المملكة، تحديدا المنطقة القريبة من منطقة الصفاوي، المناطق ضمن محافظة المفرق إداريا، هي مناطق أيضا ربما تشهد بعض الزخات الثلجية وتساقط الثلوج خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي أو هذه الليلة وفجر يوم غد. إذا بالانتقال إلى توقعات الأحوال الجوية، هذه الليلة يتوقع مرة أخرى تجدد الأمطار سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى أو حتى الجنوبية. تكون هذه الأمطار أحيانا ربما تكون غزيرة مترافقة مع تساقط لزخات البرد وتكون مخلوطة بالثلوج. تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر في جنوب المملكة. المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر في شمال وسط المملكة لن تتعرض لنفس تساقط الثلوج في جنوب المملكة. هناك تراكمات متوقعة في المناطق الجنوبية من المملكة. هذا بالنسبة لهذه الليلة وكذلك صباح يوم غد. غدا الأجواء باردة في العاصمة عمان وعموم المناطق، درجة الحرارة تسجل حوالي 6 درجات مئوية، أجواء ضبابية غالبا غائمة، زخات من الأمطار بين الحين والآخر تكون أحيانا مترافقة بالبرد. تبقى الثلوج حاضرة في ساعات الصباح، درجات الحرارة كما ذكرنا حتى الملموسة متدنية تصل إلى 3 درجات مئوية، الرطوبة النسبية مرتفعة. بعد الظهر ومع ساعات العصر والمساء تبدأ الأحوال الجوية بالاستقرار التدريجي نتيجة لرحيل هذا المنخفض الجوي. تبدأ الأمطار بأنها تضعف وتنحسر تدريجيا عن المناطق. تبقى الفرصة الأبرز خلال ساعات مساء وليلة غدا الجمعة سبت محصورة في المناطق الجنوبية من المملكة على وجه الخصوص. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة في طقس العرب. كانت هذه آخر تغطياتنا المباشرة لهذا اليوم، تواصلنا معكم في سلسلة من التغطيات. سنبقى معكم على التواصل وتحديثات أولى بأولى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر موقع وتطبيق طقس العرب، وسنبقيكم على آخر التحديثات. دمتم بخير وتصبحون على خير.